يعني لكن هذا قلها قلها ما معنى هذا كله؟ طبعا طيب نعم نعم اسمح لي اتحول الى رام الله الى السيد ابو عين. سيد زياد، جميع اعضاء الليكود ال 2500 صوتوا الى جانب خطه مواصله الاستيطان. الخطوه ربما هنا المهم تاتي قبل ايام من لقاء نتنياهو اوباما المقرر، هل هي تقوي محادثات نتنياهو في البيت الابيض؟ تفضل. بالعكس، يعني هذه الخطوه الاسرائيليه الاستيطانيه والتوسعيه ستضرب كل الجهود الامريكيه، وامريكا لها مجموعه مصالح اصبح في منطقه الشرق الاوسط، هي اصبحت جزء من كينونه منطقه الشرق الاوسط للاسف، يعني جيشها منتشر في قطر، في السعوديه، في الخليج العربي، في سيناء، في المنطقه، في العراق، في افغانستان، في الى اخره. نعم. اصبح لها مجموعه كبيره جدا من المصالح، ولم تعد اسرائيل لوحدها صاحبه المصلحه العليا. الان هناك بعض الجنرالات وبعض القادة الأمريكان أصبحوا يتذمرون في داخل البيت الأبيض وفي البنتاغون من السلوك الإسرائيلي الذي يؤثر على استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. هذا التذمر لو استغل بإمكانيات عربية أو إسلامية ضاغطة وفاعلة أمام الأصوات الأيبك وغيرها من الأصوات اليهودية والضاغطة والمصالح الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية مع إسرائيل، لو توازن الضغط العربي والإسلامي مع الضغط ما يمارسه اليهود والأيبك في داخل الساحة الأمريكية، بتقديرنا استطعنا أن نتقدم خطوات إلى الأمام وأن تمارس الإدارة الأمريكية الضغط وأن تمارس تغير بسياستها. طالما ليس هنالك ضغط عربي وإسلامي على الإدارة الأمريكية بتقدير سيبقى الطرف المؤثر هي فقط الولايات المتحدة الأمريكية. وأريد أن أعرج مرة أخرى على حديث الأخ صلاح. نعم، الوحدة الوطنية الفلسطينية هي مصلحة كل الشعب الفلسطيني، وهذا الاعتداء وهذا الإبعاد وهذا الاستيطان وهذا الجدار وهذا الاختلاع يدلل على أن انقسام الشعب الفلسطيني هو الذي فتح الطريق على مصراعيه لمزيد من الممارسات العنصرية والإرهابية الإسرائيلية. فأجواء اليوم، مناخ اللقاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن مع الإخوة أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس اليوم بهذا اللقاء الطيب والودي والدافئ جدا، والتصريحات التي سمعناها من كل الأطراف ربما يكون مدخلا، هي أجواء إيجابية جدا. نعم. ولكن بتقديري على الشعب الفلسطيني أن يدرك أن المشروع التوراتي والاستيطاني ليس في قطاع غزة، الهدف الإسرائيلي هو في الضفة الغربية قائم ويستهدف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والإسرائيليين يريدون طرد كل الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية لأن المشروع الصهيوني والمشروع التوراتي ليس قائم في حيفا ويافا، إنما قائم هنا في الضفة الغربية وفي مدينة القدس. طيب، لأعود إلى مسألة القرار الاستيطان أو استئناف الاستيطان وإلى الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، بحسب الليكود هذا القرار الذي اتخذ بالإجماع وبموافقة نتنياهو يرمي إلى كما قيل إلى تطويق الوزراء والنواب طبعا المعنيين بالأمر إذا ما خضع نتنياهو كما يقولون لضغط أمريكي وقرر تجميد مستوطنات، يعني يأتي هذا القرار ليحصن هذا الموقف. هل يعني القرار يتخطى توجه الإدارة الأمريكية بوقف الاستيطان؟ يعني الكل يعرف أنها لا تريد لهذا الموضوع أن يستمر وتأتي القرارات لتؤكد عكس ذلك، إذا ما الذي سيحصل؟ شوف، خليني يعني أفترض جدلا أنه الإدارة الأمريكية تريد وقف الاستيطان وأن أوباما كان جادا بمحاولة إقناع الإسرائيليين بوقف وفشل يعني وقف في أوقات سابقة. أنا أفترض جدلا هيك، لكن عمليا التجربة أثبتت بأنه لم ينجح بإقناع الإسرائيليين بوقف الاستيطان. مدام لم ينجح، هذا يعني بأنه التيار المؤيد للاستمرار بالاستيطان والمؤيد لاستمرار تهويد القدس وهدم البيوت وبناء المستوطنات بالآخره هو التيار الأقوى بإسرائيل. لا يوجد تيار آخر يعارض استمرار الاستيطان، ولا لا حزب العمل ولا الليكود ولا قديمة ولا أي حزب من هذه الأحزاب الموجودة بالسلطة أو المعارضة السلطة تميل لوقف الاستيطان. كلها تؤيد استمرار الاستيطان لأنه قوة تأثير المستوطنين حتى بالعملية الانتخابية اللي عم براهن عليها، وأنا متفاجئ الحقيقة بحديث الأخ يعني خالد، حتى القوى الصهيونية التي تدفع باتجاه الاستيطان. نعم. هي القوى المؤثرة مش القوى الضعفة، واليمين عم يزداد
هو موجود بالداخل وبيعرف انه اليمين عم بيزداد مش عم بيتراجع. نتحدث عن اجماع 2500 من اعضاء الليكود الذين صوتوا، يعني لم يخالفهم احد بالليكود وغير الليكود. نعم. خذ بالاحزاب الثانيه، الاحزاب الثانيه نفس الاتجاه. صحيح. يا سيدي بيريز اللي كان عم ينحك عنه الرجل المرين ورجل السلام واخذ الجائزه الكبير. مع ذلك هو مع الاستيطان. مين اللي ضد الاستيطان باسرائيل؟ مين اللي بيتوقع الأخ خالد أنه بالانتخابات القادمة ستحدث مفاجآت يجيبه للسلطة اللي يوقف عملية الاستيطان ويوقف عملية يعني هالسياسة العنجهية اللي عم بتمشي فيها إسرائيل؟ يعني بيكون رهاننا مثل ما رهاننا على الأمريكان بدهم يمارسوا ضغوطات على إسرائيل وبعدين طلعت يعني فولسو، أيضا رهاننا على إحداث تغيير داخل إسرائيل لمصلحتنا كمان رهان خاسر، من راهن عليه؟ طيب أعود إليك سيد أبو عرفة، يعني بالإضافة إلى قرارات الليكود بموضوع الاستيطان هناك ليبرمان حتى لا ننساه، يعني يعود ليطرح مشروع الترانسفير الذي يستهدف فلسطينية 48 ضمن خطته المواطنة مقابل الولاء. هل فلسطينيو 48 سيكونون في كفة مقايضة أمام المستوطنين؟ سؤال موجه لمن أخي؟ لك سيد أبو عرفة. نعم، أنا أريد أن أنوه لقضيتين. أولا أنا التحقت بالبرنامج دقائق متأخرا ونسيت أن أطرح السلام على أخي زياد أبو عين، ولذلك أنا مسيك بالخير أخي زياد. وصل سلام. القضية الثانية يبدو أنني لم أوضح فكرتي الذي فهمها الأخي الأستاذ صلاح يعني بشيء من اللبس. أنا أقول أن القيادة اليمينية الإسرائيلية اليوم تعيش حالة هستيرية. هل هي من الحجم أو من الكثرة؟ هي صحيح كثيرة، يعني إذا نتحدث عن حالة هستيرية ضخمة. المفاجأة التي ستحصل في الانتخابات، نعم، أنهم يريدون قيادة يمينية متعصبة ولكن لا تعيش حالة هستيرية. يعني القائد رابين وبيرس وغيرهم من القيادات كانوا متعصبون جدا وكانوا يقومون بسياسات من الدمار والتدمير والاستيطان ومذابح قانا ليست ببعيدة عنا، ولكن بأسلوب وبتخطيط ماكر وبضحك على اللحى وهكذا أشعرون أنهم محبين للسلام. هذا الذي أقوله، ولست أقول أنه ستأتي المفاجآت بأناس يحبون السلام ويحبون العرب ويخرجون من الاحتلال ويرجعون عن الاستيطان، لا أبدا. أكثر بكرا. نعم. طيب مشروع ليبرمان، العودة إليه سيد أبو عرفة، مشروع ليبرمان كيف يمكن النظر إليه؟ مشروع الترانسفير هل سيكون على حساب فلسطينية 48؟ هو قال ليبرمان وغيره قال أنهم لا يريدون عربا نعم في دولة إسرائيل بين قوسين، ولن يميزوا بين عرب 48 أو عرب الضفة الغربية والقطاع. والدليل على ما أقول أنه ما صدر حقنا من إبعاد تحت تهمة الولاء لدولة إسرائيل أو ضرورة الولاء لدولة إسرائيل هو الآن أيضا يستخدم ضد أهلنا في 48. وصلت فكرة سيد أبو عرفة، نعتذر الوقت دهمنا. شكرا لانضمامك إلينا على كل حال، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا من القدس المحتلة. كما نشكر انضمام زياد أبو عين عضو المجلس الثوري الفلسطيني من رام الله، وحضور صلاح عضو المجلس الوطني الفلسطيني كان معنا في الاستوديو. شكرا نشكركم مشاهدينا على المتابعة، والسلام عليكم.